الدولية لوزارة الخارجية. أعتذر عن عدم الحضور علشان النهاردة بيتزامن مع افتتاح فخامة السيد الرئيس لمؤتمر مصر للتصدير والصناعة. الحقيقة يعني فخري واعتزازي دبلوماسية سابقة بتتولى حقيبة وزارة الهجرة، فهي إلى رسالة من فخامة الرئيس بتقدير دور الوزارة الخارجية في الحقيقة وجود دبلوماسيين يعني يقدروا ان هم يتولوا حقائب وزاريه. انا في الاولى سبقني اساتذه كبار يعني الاستاذه الكبيره السفيره فايزه ابو ناجا، السفيره مشيره خطاب، السفيره ميفا التلاوي. بقول سفيره لان دايما بيبقى محبب الى قلوبنا هذا اللقب العزيز جدا سفير او سفيره، بالتاكيد انه فخر لينا ان احنا نكون خريجي هذه المدرسه العريقة من الدبلوماسية المصرية. بالتأكيد أيضاً إنه اعتزاز القيادة السياسية بدور الدبلوماسيين المصريين والدبلوماسيات المصريات في كل الحقيقة القضايا اللي بتهم الوطن، في مساندة الوطن، في الأخبار حتى المضللة والكاذبة، دور سفاراتنا وقنصلياتنا. أنا دائماً بقول إن الخطوات الأولى بمئوية وزارة الخارجية، انا يعني بفتخر ان انا يعني متخرجه من هذه المؤسسه الكبيره العريقه. خبراء كثيرين جدا علموا في حياتنا، حياتي انا شخصيا، بكمل لهم كل الولاء وكل الوفاء وكل التقدير والاحترام والشكر. وزراء خارجيه على راسهم الوزير الحالي الوزير سامح شكري وزير الخارجيه، ايضا الوزير احمد ابو غيط الله يرحمه، الوزير احمد ماهر، وبالتاكيد الوزير عمرو موسى. يعني الحقيقة كل وزير وكل سفير أثروا في حياتنا، وبنحتفل بهذه المناسبة الطيبة كتتويج لكل هذا المشوار. ناس كثيرة سابتنا توفاهم الله، إنما كان لهم بصمات في تاريخ الدبلوماسية المصرية، زملاء كثيرين وزميلات كثيرات. خليني ايضا باعتباري سيده دبلوماسيه ان انا احيي المراه الدبلوماسيه في تاريخ وزاره الخارجيه. عندنا كثير من السفيرات حتى لو ما كانوش تولوا مناصب بعد كده في الدوله، انما كل واحده اثرت في هذا التاريخ الدبلوماسي وادت وطبعت حطت بصمتها في تاريخ الدوله عبر القنوات الدبلوماسيه. كل واحده اثرت في هذا التاريخ الدبلوماسي وادت وطبعت حطت بصمتها في تاريخ الدوله عبر القنوات الدبلوماسيه. انا مره اخرى سعيده جدا جدا ان انا متخرجه من هذه الوزاره العريقه. طبعا قرار السيد الرئيس بعوده وزاره الهجره مره اخرى الى الحكومه المصريه واختيار دبلوماسيه مصريه لتتولى هذه الحقيبه، اختيار الحقيقه كدبلوماسيه هذا المنصب او هذا هذه الوظيفه تنم ايضا عن تقدير القياده السياسيه للدبلوماسيين المصريين اللي دائما الحقيقه في كل مناسبه دائما القياده السياسيه بتؤكد على هذا الدور الراسخ للدبلوماسيه المصريه. يعني سعيده ان انا اكون يعني شاركت حتى لو برساله فيديو يعني تقديري الفارغ لمؤسسه الخارجيه. بشكر مره اخرى دكتور محمود المديني على اتاحه هذه الفرصه ليا، يعني شرف كبير، احترام وتقدير لكل الساده الوزراء، لكل الساده السفراء والسفيرات. ان شاء الله يعني تقدر وزاره الخارجيه هي تفرز الكثير ويعني العديد من المناصب القياديه في الدوله. شكرا جزيلا.